وتعالوا بقى دلوقتي نروح نسمع قصة قوية جدا جدا. في حلقتنا اللي فاتت اتكلمنا عن ستايل ليجندز كتير، بس سيدة الشاشة فاتن حمامة دي في حتة تانية تماما. شيك، جميلة، أنيقة، وعلى الموضة جدا. بداية أناقتها كانت في الخمسينات، أيام الفساتين الجميلة كده. فاكرين مين يقدر ينسى الفستان الأسود في فيلم صراع في الوادي؟ أهو بقى الفستان ده ستايل ليجند لوحده. ولا مثلا يا جماعة فستان الفرح اللي كان في فيلم سيدة القصر، على جمال الفستان ده، كان فعلا في العصر الذهبي للسينما المصرية. أفلام ورا أفلام ونجاحات وجوائز وحياة مليانة بالحب والنجاح والأناقة. فاتن حمامة تألقت كتير، وبالذات في الايربورت ستايل، أو يعني ستايل السفر زي ما بيقولوا. الستايل ده كانت أنيقة جدا فيه، وشرفتنا قدام العالم كله بستايلها الجذاب والبسيط في نفس الوقت. ولما السبعينات دخلت بموضتها الجريئة ومواضيع أفلامها المثيرة، الشخصيات اللي لعبتها فاتن حمامة كانت برضو مستقلة وجريئة، وتحولت الفنانة البنت البسيطة بفساتينها المنفوشة لست قوية ببنطلونات وطايرات ألوانها كلها حلوة كده وزاهية، وشخصيتها فرضة نفسها. وطبعاً هتفضل فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية، عشان هي كانت دايماً الليدر في الموهبة والتطور. وهتفضل في ذكرياتنا مش بس بطلة فيلم إمبراطورية ميم، لأ، هي كمان هتفضل بطلة الإمبراطورية، جبارة في الموضة وفي الكاريزما طبعاً.